السودان طبعا تحدث عن بعد فشل المسار الدبلوماسي والسياسي توجه الى تصعيد قانوني، وهو بالفعل يقصد اللجوء الى محكمه العدل الدوليه وتحريك القضيه بصوره يعني قانونيه، اي ان السودان يشكو الجانب الاسلوبي لدى محكمه العدل الدوليه فيما يتعلق بملء وتشغيل بحيره السد في شهر يوليو المقبل بعد ان اعلنت اثيوبيا انها تمضي قدما في الملء الثاني غير الوصول الى اتفاق بين الدول الثلاث، وهو الامر الذي كان ينبغي ان يحدث ان يكون هناك اتفاق ملزم لكافه الاطراف قبل المرحله الثانيه. بالتاكيد السودان صبره اصبح ينفد امام الجانب الاثيوبي بعد ان فشل عده جولات من المفاوضات السابقه، فشل المسار الدبلوماسي والمسار السياسي، الان تبقى المسار القانوني الذي ينخرط فيه السودان لتوجيه الرأي العام الإقليمي والدولي وتوجيه كذلك وجهة نظره فيما يتعلق بالحلول المطروحة وإرقام الجانب الإثيوبي من عدم الذهاب للملء الثاني بصورة أحادية. طيب هل برأيك اللجوء إلى الجانب كما قلت القضائي يستبعد اللجوء إلى الحل العسكري وبالتعاون مع مصر؟ طبعا يمكن ان يكون تنسيق في جانب القانوني والقضائي، لان كل من البلدين متضرر. السودان حدد اضراره من الملء الثاني بانه ستخرج العديد من المحطات الكهربائيه في السودان، وان حوالي 20 مليون مواطن سوداني يتعرضون للخطر، هم في المناطق المتاخمه للحدود الاثيوبيه وبحيره السد. معلوم بان السد الروسيري في السوداني يعني يبعد كيلومترات قليله، ربما 15 كيلومتر من سد النهضه. هذا الامر يجعل هنالك صعوبه في تشغيل بحيره السد، ولكن الخيار العسكري حتى الان غير مطروح ولم يتحدث به اي من الجوانب السودانيه سواء كانت الخارجيه او مجلس السياده ولا حتى وزاره الدفاع، لكن تظل الطرق الدبلوماسيه والقانونيه هي الخيار المتبع حتى الان. ماذا يعول على هذه الدعوه في حال تم رفعها؟ يعول عليها ان تبطئ من اجراءات اثيوبيا في المضي قدما للملء الثاني، وكذلك الضغط على الجانب الاثيوبي بانها ليست وحدها ان تقرر بشان سد النهضه. نعم هو سد في اراضي اثيوبيه وهو اثيوبي، ولكن هذا لا يعني بان يعني اتفاقيات المياه هي عرضه لقرار احادي من دوله او طرف واحد. ذلك حقوق لدوله المنبع وكذلك حقوق لدول المصب، هذا معلوم في القانون الدولي وفي اتفاقيات المياه الدولية. هذه الخطوة القانونية التي يتخذها السودان هي للفت أنظار العالم بأنه موقفه صحيح وينبغي دعمه في هذا الجانب. معلوم بأن السودان أيضا قد يتوجه إلى مجلس الأمن الدولي أيضا، لأن القضية برمتها سوف تحال من مجلس الأمن إلى محكمة العدل الدولية، ولا نستبعد أن يكون دور كبير لتونس وهي العضو العربي في مجلس الأمن حاليا. هل من الممكن أن تطرح أيضا على طاولة مجلس الأمن موضوع الأراضي التي تم استرادها في السودان وأيضا موضوع بني شنغول حيث سد النهضة؟ أم أنه أمر مستبعد؟ نعم طبعا هذه قضايا خلافية في رمتها، هي طبعا يمكن تطرح في مجلس الأمن كما قضية حلايب. طبعا السودان في شهر يناير الماضي جدد دعواه وشكواه لمجلس الأمن في قضية حلايب الحدودية مع مصر وهي مدينة سودانية بكامل الدسم، وبالتالي لا أستبعد أن تطرح مثل هذه القضايا، ولكن الآن الأولوية هي مقدمة على قضية سد النهضة لأنها على قرب شهرين فقط من الآن. نعم أشكرك جزيل الشكر الكاتب الصحفي الأستاذ محمد علي فزاري على كل ما تفضلت به، كنت معنا مباشرة من الخرطوم.